هبة فيكم تتواصلوا معي بفكرة 123 على الإيميل 123@future.com.lb وأيضا على فيسبوك على www.facebook.com/alam.الصباح وعلى تويتر @alamالصباح. وكمان فيكم تبعتوا أي صورة أو فيديو أنتوا عم تعملوا سبور مثلا من خلال الأبليكيشن الخاصة بفيوتشر تي في من خلال Your Report. كمان مرة وبشكل كتير سريع رح ننتقل نحن وياكم لحتى نشوف أبرز الأفلام يلي موجودة بصالات السينما بلبنان. شو في بالسينما؟ There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being on such... أفلام هالأسبوع بالصالات اللبنانية: لقاء قمة بين روبرت دينيرو وميشيل فايفر بفيلم الأكشن كوميدي مالافيتا أو ذا فاميلي من كتابة وإخراج لوك بوسون، البعض بسموها جرائم منظمة والأكترية بيعتبروها عائلة. ولمحبي أفلام الرعب فيكن تشوفوا الجزء الثاني من فيلم إنسيديوس اللي انعمل سنة 2010 إنسيديوس Chapter 2 مع باتريك ويلسون وباربارا هيرشي والإخراج لجيمس وان. أما فيلم الأكشن الجديد فهو Man of Tai Chi من بطولة كيانو ريفز وتايجر تشين عن عالم المارشال آرتس أو الفنون القتالية والإخراج لكيانو ريفز. أكيد غيدا رح تضل دايما تعرفنا على هيك بشكل سريع شو هني أبرز الأفلام لكل يلي حابين يعرفوا ويقدروا يختاروا من خلال عالم الصباح. إنما هلأ المحطة التالية هي لعند الشيف شادي ورشيد ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بنص ساعة بيعقدوا بيجننوا بوصفتين فيهم كتير أفكار حلوين، رح نتعلم كمان كتير إشياء. رح نحضر شوربة. طب هيدي الشوربة بدنا نحضرها اليوم، بتعرفوا هلا الطقس بلشت الشتوية عندنا نحن هون بلبنان وبلشت السقعة وبلشوا العالم هلا يلتجئوا لأنواع من الشوربات للصغار كمان للكبار. رح أعمل شوربة خضرة بس رح نجي نعطي افكار شو فينا نحط بقلبها لشوربة الخضرة، اوكي؟ خضرة، رح استعمل انا بصل، رح استعمل كرافس، رح استعمل كمان من البندورة بقلبها، رح استعمل شادي من الفاصوليا، فينا نشيل البندورة نستعمل محل الفاصوليا الذرة، فينا نشيل البندورة والذرة ونستعمل بروكولي، قرنبيط اللي بدكم اياه، واليوم رح ندخل فيها شغلتين هيك زيادة، فينا ندخلهم بالشوربات وفينا ما ندخلهم. أما بالنسبة للسترومبولي، اوكي، اللي هي هالعجينه يلي بتنعمل من اللبن، هلا بعرف شو صغيره بدنا نعملها سوا، اوكي، وكيف بنحشيها حشوه بتعقد مع الدجاج مع الفتة مع الموتزاريلا ومع كمان جبنه الادام. يلا يا شيف شادي، اول شيء بدي اعمله نولع تحت هذه الطنجره، اوكي، بنبلش بالباز تبع الشوربه، اوكي، بنبلش بالشوربه وبعدين بننتقل لاشياء ثانيه. يلا يا شيف شادي، هون واحد اثنين، عندي من جزر، عندي توم مقطعين، عندي من الكرافس مع الورق تبعوله مقطعين حلوين، عندي من الفاصوليا، شايفين قدامي بعض الاشياء بس هودي ما لهم خصه بالشوربه وممكن يكون لهم خصه بالشوربه، يعني انا شايف قدامي مثلا تقول زيتون، شايف قدامي دجاج، شايف قدامي طحين، موتزاريلا، بندوره، بقدونس، فلفل كمان اخضر، هودي كلهم سوا فينا كمان يدخلوا بالشوربه، يعني بمعنى احنا اليوم لما بدنا نحضر شوربتنا لليوم فينا منا ننطلق ونحضر اكثر من 100 شوربه، اوكي؟ يعني كيف ما نبرم ببيتنا بيطلع معنا شوربه. يلا رح بلش انا هون على زيت الزيتون السرحامي، انا عندي رح نحط فيه، وهون هربت من البصل مع انه فينا نحط اكيد بصل، ثوم وجزر، طلعوا كيف بقلب او على الزيت، لازم كنا ننطر شوي صغيره على الزيت انه يحمى، بس ما على شيء، مرقوا لنا اياها هالمره، انتم ما تمرقوها بهالطريقه هيك، وهلا بنحرك وبننطر. قبل اللي ما كان معنا صار معنا شو عملت؟ قليت شوية مقانق. المقانق ممكن يكونوا دجاج. الدجاج والمقانق ممكن ما يكونوا دجاج ومقانق، ممكن يكونوا سمك، ممكن يكونوا سجق. يعني نحن اليوم لحم مفرومي، دجاج مفروم، يعني أي نوع نحن من اللحومات يلي بنحبها، يلي بنتخيلها، إن كانت فيمي يعني سموكت يعني مدخنة، إن كانت مطبوخة أو إن كانت نية فيها تدخل معنا بأنواع الشوربات. أوكي؟ يعني هون هلا بدنا نبلش بشوربة مع الفاصوليا ومع كمان أنواع من الخضرة، حكينا إنه أي نوع من اللحمة فيها تدخل
بكمان انواع من الشوربات. هون يا شيف شعلي مي عم تغلي، عندي حوالي 2 لتر ونص من المي المغليه، رح احط لهم ملعقتين صغار ونص من الملح من بعد الغليان حتى ما تبطع عندي المي وقت اللي بحط انا الملح بالمي البارده، ورح احط فيهم 250 جرام من الباستا، يعني لكل 100 جرام من الباستا او النودلز او الرز بدهم لتر واحد من المي مع ملعقه صغيره من الملح. طيب ليش المعكروني يا شيف شادي؟ اوكي. قلنا هون عندنا الشوربه، الثوم والجزر مع زيت الزيتون، راح ضيف عليهم انا هون الكرافس يا شيف شادي مع الاوراق تبعولن. اوكي؟ مفرومين ناعم. عم نعمل شوربه. قلنا انه هون عندنا كمان المقانق اللي قليناه هون من قبل، لك وينني بعقدوا. اوكي؟ ماشي حالهم بجننوا. والباستا. هودي كلهم فينا نستخدمهم بقلب الشوربه. يعني انا اليوم عم بعطي افكار انه انا فيني اسلق باستا، انا فيني اسلق نودلز، رز، كون لحم مفرومي، دجاج، مقانق، سجق، عصافير، اللي بدكم اياه بيدخل. اوكي؟ حتى في اشخاص بيحبوا ياكلوا ضفادع، في اشخاص بيحبوا ياكلوا من البزاق مثلا، اوكي؟ في اشخاص بيحبوا ياكلوا من الفواجرا، في اشخاص بيحبوا ياكلوا سموكت سالمون او سمك مدخن او سيباس او ريدس او سي فود، هيدا كله بيدخل معنا بالشوربه. لكن هلا ها الفكره صارت واصله، وهون عم نحرك الباستا وخلاص. وهلا كيف بتشوفوا كمان كيف بدنا كمان نصفي الباستا وكيف بدنا نبردها مثل اي نوع من الاشياء اللي عندنا اياها بالبيت اللي فيها نشا، برجع بعيد النودلز او غيرها او النيوكي او الكنادرلي او الباستا، او بتروحوا على كمان انواع من الباستا الطويله او الباستا فريسكا والبات فريش، نفس الموضوع، نفس كميه المي، نفس كميه الملح، نفس كميه كمان الباستا. اوكي. هلا بزيد الفاصوليا عندي يا شيف شادي هيك، طلعوا كيف. وبزيد فوق الفاصوليا المسلوقه اكيد قبل ملعقتين صغار من الطحين، عم نعمل الشوربه، حرك هيك مزبوط، ويلا ما بقي عندي غير هلا حط شو؟ حط المرقه، مرقه خضره او مرقه لحمه او مرقه دجاج او مرقه سمك حسب كيف عم نعمل الشوربه. وهون المرقه دائما او هالمي اللي بتكون عم تغلي مع الدجاج او مع اللحمه بتكون مطعمينها بورق الغار، بالقرفه، بالخولنجان، بالزنجبيل، بالبصل، بالكرافس او غيرهم، وفيها بيكون ملح بقلبها، يعني مش ما عندنا مش مجبورين، مش انه ما عندنا، مش مجبورين نحط ملح بقلب الشوربه لانه هالمرقه اللي انا عندي فيها ملح. حط هون 2 كوب هيك، وهلا بنخليها تغلي بتعقد، وبرجع بعيد فينا ندخلها من البندوره اذا حدا كمان حابب او رب البندوره اللي بدكم اياه. وهلا بقى تغلي وبصير عندي شوربه، الباستا جاهزه بعد شوي، المقانق جاهزين، وهون الشوربه. والحكي عن الشوربه بح انتهى. اوكي، شلنا هذا كله لورا هيك يا شيف شادي، انتقلنا للفرن تنشوف شغله كثير حلوه. يلا فرن، هيدا الفرن انا عندي هون. يا سلام. اوكي، ما تحرق حالك يا شيف. سترومبولي، كيف عملنا هالسترومبولي؟ يلا تنشوف سوا. صارت مستويه، بدنا نعمل وحده مثلها هي زيتها، وبعدين بنرجع بنسخن هيدي اللي عندي، رح احطها فوق الفرن لانه استويت. بنسكر الفرن. اوكي، بنرجع من اول فرن مثل ما بدنا، وهلا مش الحال. طيب رح نبلش واحد بالحشوه، نرجع من بعد الحشوه بس تبرد، بنبلش من مد العجينه اللي الشيف شادي كمان عملها قبل وصارت خمرانه، وبعدين بدنا نتعلم كيف عملنا كمان العجينه، يعني هيدا كله هلا بده يحصل بعد دقائق. اوكي، الباستا انا عندي هون، نحن متاكدين من هذا الموضوع، وراح زيح انا هيك كمان هون كله والع، وراح نجيب مقلي. هيدا المقلي موجودة هون، نحطها على النار، نولع تحتها. بصل، فلافلة حلوة زيت زيتون، زيتون. لكن بصل، فلافلة حلوة زيت زيتون، زيتون مع دجاج مع رب البندورة أو عصير الطماطم وملح وفلفل وشوية زعتر بقلبهم. هيدي حشوة كتير طيبة. طيب أنا شو عملت؟ مش عم بستعمل الدجاج يكون ني. أوكي؟ مش عم بستعمل الدجاج يكون ني، انا عم بستعمل الدجاج شويته قبل، ملحت وبهرت سفين الدجاج، حطيت لهم من الزعتر او الاوريجانو عليهم، شويتهم بطريقه حلوه، لك كمان شو حلوين بيعقدوا.
اوكي السفين المشويين فينا نقدمهم مثل ما هني هيك، اذا بدنا ناكلهم مع شي صوص كما انا بدي اقطعهم وحطهم بحشوه الاسترومبولي. يلا نشيل هودي يا شيف كلهم لورا، انتقل بسرعه فائقه للحشوه. النار شاعله، بصلي، هيدا البصلي انا هون هيك اوكي، بنقطعها كلها سوا جوانح بهالطريقه، وهون بنتقل كمان للفلافل الحلوه اللي هي كمان قدامي. صار بدنا نحن شو عنا؟ بصل، عنا من الفلفل كمان الاخضر او الاحمر من دون بذر يا شيف، يعني روح على الميليه اللي ما فيها بذر بهالطريقه اوكي. خذ البذرات منشيلهم اوكي، فضيهم هون، وبنجي نحن يلا بلشنا بالفلفل كمان الاخضر، جوانح كلهم سوا، صارت كمان المقلي صارت عنا اياها نوعا ما جاهزه، فينا نسقط فيها نحن الاشياء اللي موجوده عنا. تطلعوا ها، لكن صار عنا الشوربه على يميني قدام بلشت او رح تبلش تغلي بعد شوي، الباستا هون عم تغلي بدها حوالي دقيقه دقيقتين بنبلش كمان نشيلها، وهون عندي المقلي مع زيت الزيتون، وهيدا بصل وهيدا فلفل اخضر، مشان نعمل شو؟ مشان نعمل حشوه الاسترومبولي اوكي. كما انه يا شيف شادي ما في شيء بيقول انه حشوه الاسترومبولي لازم يكون فيها بس هيدي المواد، يعني احنا فينا نحط فيها كمان شو ما بدنا، بس بدنا كمان نتابع نفس الطريقه. المهم عندي انا اليوم انكم تعملوا نفس العجينه اللي انا عملتها، لانه بتطوش بتعقد، رح تشوفوها بعد شوي. لك بصل، فلفل، الدجاج يا شيف، طلعوا الدجاج، نقطع الدجاج، طلعوا كيف؟ شوف شو حلوين. من بعد نحن ما بنكون شاويينهم بيطوشوا بيعقدوا، لكن كمان هاللون الابيض بقلبهم بيعقد، حتى اذا ما كانوا مستويين كثير 100%، ما نحن هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نقليهم بقلب المقلي وبيصيروا مستويين بيطوشوا بيعقدوا. وهودي الدجاج يا شيف هون فوق هالحشوه بهالطريقه، ملح هلا، وبتذكروا انه حطينا نحن كمان ملح وبهار على شو حطينا؟ حطينا الملح والبهار والاوريجانو على الدجاج قبل ما شويناه، يعني نحن هون ما بدنا نضيف كثير ملح اوكي، ونضيف كثير مطيبات لانه اوريدي اوكي طيب. طلعوا كيف زحنا هون هيك، زحنا هون بهالطريقه، هالفلفل هون شيل هيدي يا شيف شادي، وزد لهم كمان انا هون شوي صغيره من الحر اذا بدي بقلبهم، بس كوني انا بهالطنجره الزغروره اللي قدامي بدي اعمل صوص حمرة حرة شوي، مش الربياتا، ممكن تكون الربياتا، بس انا اليوم سميتها مارينارا. المارينارا هي جاي من كلمة ماري، ماري معناتها بحر، البحر، بس نقول مارينارا يعني بنروح نحن على شيء اسمه صلصة فيها فواكه البحر، يعني السي فود او كمان الفروتي دي ماري بقلبها. هلا انا شو بدي اعمل؟ راح اعمل الصلصة نفسها وراح هيك سميها مارينارا اوكي، بس ما راح احط فيها سي فود، وفيكم تحطوا فيها سي فود حتى ترافق الاسترومبولي بعد شوي صغير، راح تشوفوا كيف. بس خلوني انا هلا هون خلص هذا الموضوع مشان تبرد، بس نطلع بريك. راح نحط شويه ملح يا شيف شادي هون، شوي صغيره من الاوريجانو مثل ما حكينا، البهار اللي انا عندي هلا هون هيك، واو 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 واو. وهلا بنروح كمان او على رب البندوره او على شوي صغيره من صلصه الطماطم، بنحرك دقيقة وصارت جاهزة عندي الحشوة. وهلا يا شيف قبل ما نطلع بريك بدنا الفرفليني البومودورو او الفرفالي او الباستا اللي هي شكلها شكل الفرفالي او شكل الفراشي يعني اوكي. طلعوا كيف دغري ها، حطيناهم من دون مي مسقعة من دون شيء، عندنا صينية حطهم بهالطريقة بعقدوا هون يا شيف، شوي صغيرة من الزيت وهيك بنبرد الباستا، بنحركهم شوي صغيرة ها، 4 دقائق 5 دقائق، وشرط ما بتلزق وحدة على الثانية، شرط انه كل شوي صغيرة نجي عليهم بايدنا او بملعقة نحركهم بهالطريقة، تطلعوا حتى اللي تحت تصير فوق واللي فوق تصير تحت، بدهم 5 دقائق او دقيقتين بيكونوا باردين الدينتي، لونهم بيعقد، قيمة غذائية بتطوش. وطفينا هون يا شيف شادي هلا وين؟ تحت كمان الحشوة الاسترومبولي، وبنطلع بريك وبنرجع تنمد العجينة نحط فيها الحشوة نحطها بالفرن ونعمل عجينة تانية ونخلص موضوع الشوربة. نطركم منا 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 منا
ما بعرف مين اختار هاي الدقة بالتحديد على كل هدول البامبرز اللي عم نشوفهم لهم علاقة بالمدارس، بس ما بيوحوا مدارس، بيوحوا فرصة ورقص. على كل حال رح نرجع ننتقل كمان مرة لعند الشيف شادي ورشة ملح. أحبائي صباح الخير، وصباح الخير لك يا غادة من جديد، وأهلا وسهلا فيك بورشة ملح. نعم شترومبولي، شميت شترومبولي الريحة شترومبولي سم شميت شترومبولي، بس نحن عم نزيدها. هلا انت شو ما بدك فيك تحط بقلبها، مجرد في زيتون انا بالنسبة لإلي بدي ادي زيت الزيتون بقلبها، كذا مع زيتون اخضر زيتون اسود، بس الزيتون بكل انواعه بكل الوانه انا نمبر 1 بالنسبة لإلي. ف كتير. ايه كثير اوكي، اللي ما كان معنا صار معنا، وبعد شوي صغير رح نشوف كمان على الشاشة وصفة كمان الشوربة اللي عملناها اللي رح نحط فيها المقانق، لأنه صار دور المقانق مع الكرافس والبصل، وحطينا فاصوليا. شو ما بدك فيك تحطي، أوكي. شو ما بدك، انا عم زيد مقانق تعطي فكره اليوم فيهم ما يزيدوا لحمه مفرومه، بعدين الدجاج اللي بدكم اياه رح احط المقانق من بعد ما قليناهم. ايه ما كثير يعني طلعي كمان معودين عليها اكيد، بس هيدي فكره بتعقد. كما انه سلقنا الباستا اللي انا عملتها كمان قبل، عملت هالفرفليني البومودورو يعني اللي لونهم احمر، بومودورو يعني البندوره، وبنلاقيهم بكل الاسواق، وطلعي شو حلوين. هاي تشوف الفرفليني، طلعي في وحدة ملزقة على التاني شيء؟ ابدا. في وحدة مكسورة شيء قدامك؟ لا بس والكاميرا الا ما يطلع اثنين ثلاثة معي مكسورين. طلعي، ما انت لانك ما بتحضري الشيف شادي كل يوم. لازم كل يوم كل لازم يوم؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وبالعكس لانه انت بس الباستا تجي انت اليوم تصفيها بطريقة منيحة من دون ما تحطي مي عليها، بتضل كمشة على بعضها أكثر، لأنه بعض القيمة الغذائية كمشتها، يعني هالبروتينات اللي بقلبها، هالفيتامينات وهالأميدون اللي هو النشا بيكمش الباستا. أنا بس أجي أغسلها شو بيعمل؟ بس يروح، بصير الحبه ضعيفه، مثل نحن اليوم اذا كنا مريضين هي بتكون مريضه، نفس الموضوع بصير فيها. اللي صار رح نحطهم هلا على جنب وننتقل هلا شوي صغيره انا هون للمقلي تبعيتي اللي عم بعمل صلصه المارينارا، اوكي؟ او فينا نقول الربياتا كذابه. اوكي. خليها كذابه لانه مش معموله على اصولها، بس انه رح امشي فيها انا على ذوقي اليوم. حطيت شويه بصل. ما تكتر حار قصدي. ماشي، حط 13 نقطة. 13. وفينا نحط حار بودرة أكيد، رح أحط أنا البقدونس مش مفروم، البقدونس هيك تطلعي كيف رح أحطه بهالطريقة هيك، رح بقلب الصوص، ورح أجي أنا هون من بعد التحريك رح ضيف عليهم من صلصة البندورة، أو فيك تضيفي مي مع رب البندورة، مثل ما بدك، أنا رح ضيف صلصة البندورة عليهم بهالطريقة. يعني بتعرف مع إنه هي النتيجة هي ذاتها، بس بقول لك لا أطيب إذا حطيت ما بعرف شو الصلصة. ليكي النتيجة بالآخر اللون ممكن يكون هو ذاته، بس الطعم بتختلف أكيد. هيك أفضل، ما فيني أقول أفضل، في عالم بتحب هذيك الطعمة تبع رب البندورة، بس إنه اثنيناتهم طيبين بيعقدوا اللي بدكم يستعملوه، نحن عم نعطي اللي بدكم. أوكي ليكو، هون رح خف الحرارة على اثنين سوا بطريقة يصيروا جاهزين بعد شوي. انتقل هون اكيد عندي انا العجينه اللي عملناها نحن قبل، هلا بعد شوي صغير رح نعملها سوا، بس قبل ما نعملها طلعوا شو اسمه هالخميره او هالعجينه كيف خمرت معي، طلعوهم لقوا شو حلوه. رح احط انا الطحين، رح فرجيك كيف، وعندك انت هونيك من الاجبان يلي بيستعملون للبرجر، بيحطون على البرجر، هودي حلوين بيحبون الاولاد الصغار وبياخذوهم معهم على المدارس كمان، فينا نستعملهم محل القدمر كمان اللي قدامك. محل إدام؟ محل فينا نستعمل هاي محل هاي، وكمان بالسعر هوديك بيكونوا كمان أرخص بكتير يعني إذا واحد بده، بس عم نعطي نحن كل تشويز الفينا نعملون. بس أنا أشريلي هيديك من هول شي أربعة. أربعة؟ أربعة منهم أنا هون لكو كيب بشوبك زغرور بطحين والعجينة اللي أنا عندي تبع عجينة سترومبولي، بيجي أنا بمدها بهالطريقة الحلوة. طلعوا كيف، بس وين بدك أشرين حطهم وين؟ لا أشرين وحط كل يوم هون على الخشبة. طلعوا كيف عم نعمل، طلعوا كمان هالعجينه كيف صارت انا عندي، بقلبها بهالطريقه كمان بمدها، طلعوا شو حلوه العجينه، بس مدها انا بعد ما ارتاحت مزبوط، بس ارتاحت يعني مش انه بدها بعد كان شو نص ساعه، لانه بنشوفها نحن بس نشدها بترجع هي بتجمع على بعضها، انا ما عندي اي مشكله. طلعوا كيف، نرجع كمان على العجينه هون، يلا يا شيف شادي هون بنشيلها بهالطريقه،
وانا حبيت اعملها كلها سوا مشان تشوفوا كمان قد ايه حلوه، وطلعوا الاوريجانو كمان بقلبها وشوفي هالعجينه يا غاده شو حلوه شو حلوه هالعجينه بهالطريقه هيك. يا سلام يا شيف شادي، هلا بنخلصها بثواني. وقت عم تكون العجينه ملونه طلعي شو حلوه. ايه تفضلي سؤال، اذا بدنا نلون العجينه فينا نحط فيها ملعقه رب البندوره لهيدي بتصير ملونه، ومحل المي الكبايه فيني احط عصير بندوره بتطلع حمراء، وفيني اعمل سبانغ، السبانغ بيحتوي على مي بسلقهم بفرمهم بيصيروا سائل، هالسائل بحطه محل السائل انا بدي احطه محل اللبن مثلا بتطلع العجينه لونها خضراء. خضراء اوكي. لكن شو انا عملت هون؟ شويه زيت يا شادي، والجبنه اللي عند غاده بتعطيني اياها هلا، طلعوا شو عملت هون بالزيت مشان تتحمص كمان. انا بدي اعطيك الجبنه؟ ايه الجبنه اللي بايدك. يلا يلا وانت بتعطيني هون هيك، انا بشيلها عندك اذا بدك. يلا افتح ايدك، افتح ايدك يلا. بتعطيني هون وبدي منك كمان. ليكوا شو حلوين، انا بجي هون بالادامر اذا بدي او اي الايمونتال اللي بدي اياه بعمل هالطريقه انا بدي اياها هون. يا بيي شو حلوه موتزاريلا بتجنن. طلعوا كيف عندك جبنه بيضاء هون كمان. طلعوا. بدك وهلا كمان جبنه بيضاء بعد ثواني رح اخذها من عندك من بعد ما احط الموتزاريلا. باخذ الحشوه اللي عملتها لما كان معنا صار معنا اللي هو الفلفل الاخضر مع البصل، كمان الوصفه كمان طلعت كمان قدامنا وعم تطلع كمان مشان يجدوها كلهم سوا مع الدجاج المشوي مع زيت الزيتون والزيتون الاخضر والزيتون الاسود. يعني عم نحكي بسرعه لانه خلص صرنا فاهمين الموضوع كله سوا. طلع كيف اكيد الوقت اصلا تنلحق. اوكي طلعوا شو حلوين. هيدي كمان كلها سوا، هيدي الحشوه تبع الاسترومبولي كلها سوا. يا سلام يا شادي بهالطريقه. هون شو بدي منك؟ كمان موتزاريلا شوي صغيره بعد. والفتة هون انا عم بحط ثلاث انواع من الاجبان بقلبها، انتم فيكم تحطوا نوع واحد من دون اي مشكله. راح اخذ الفتة هيك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته مثلا. اوكي معي ولا مش معي؟ عظيم. امسكوا العجينه بهالطريقه طلعوا كيف بجي بسكر. شفتوا كيف هون العجين هيك بسكرها حتى ما يطلع منها لبرا، كلها بجيبها على بعضها. شوفي شو عم بيصير معي. اي ضروري للاخر. أوكي. نقلب سوا. طلعي العجينه كمان من شده. بدك بعد؟ ايه. يلا وهيدي العجينه صارت بتعقد. عظيم. شو رايك بالموضوع؟ هيدي العجينه هلا انا بيكون عندي انا هون صينيه، هالصينيه مدهونه بالزيت، بشيل عجينتي بحطها هون بعملها بهالطريقه. طلعي كيف؟ بحط عليها شوي صغيره من الزيت فوقها، وهلا بدي اقول لك شو بدي اعمل فيها من فوق. بدي اياكي تفتحي لي هذيك الجبنه القدام بدنا نستعملها. واو طلعوا شفتوا شو حلوه العجينه؟ وهيدا هو الشترومبولي، بده بس فرن وبيطلع مثل اللي عندي اياه هون. بدك تحط الجبنه على وجهه؟ هلا هون ليكي من بعد ما نكون نحن ستوينا الشترومبولي شفتيهم؟ هلا ليكي كيف؟ افتح افتح يا سمسم ما تعطي هام، وهيدا الادام المضبوط. ليكوا شو رح اعمل؟ فهمتي كيف؟ هي سخنة سخنة هلا. هلا هي سخنة بس رح فوتها على الفرن بعد. اوكي. فهمتي كيف؟ يعني من بعد نحن ما مديناها حشيناها حطيناها بالفرن استويت، حط هيدي بعد هون إذا بدك. ايه ما فيني. اوكي؟ وهيدا كمان هون شوي صغيرة من الأوريجانو، وأنا هلا بدي فوتها كمان على الفرن بطريقة كمان كثير حلوة. وبدك تنتبهي كمان يا غادة إنه حتى يفهموا المشاهدين إنه نحن مدينا العجينة، هيدي هي ستويناها، بردناها شوي. طلعناها لبرا حطينا عليها الجبنه وفوتناها عن جديد. اوكي اوكي يعني هلا كل شيء مبلور مثل ما بيقول. رح انا هلا هون شيل الكفوف، في شيء عم يغلي هون على الاخر ايدي، وعندنا الصوص عندك كل شيء جاهز. فضل عندي نعمل العجينه احبه. لكان مقانق، لكان جزر، لكان كرافس، لكان بصل، لكان توم، واذا بدكم من دون بصل من دون توم، واذا بدكم بس مع توم مش مع بصل مع المقانق كلهم. وهيدي هون المارينارا صار انا عندي اياها جاهزه كمان. اوكي حط عليها بس شوي صغيره من الفلفل وشوي صغيره من الملحات. معي ولا مش معي؟ معك على الاخر. هلا انا وعن هون عم بعمل العجينه بدي عينك هيك قويه قويه على الفرن، لانه الفرن شاعل على حراره 200 درجه مشان تدوب الجبنه. بدك اياها شو؟ بدها دقيقتين يعني تبهي. ساعتها انتبهي انتبهي فقعي انتبهي. لا عم نحكي عن انبلي نحن. اوكي واو دغري واو يا شيف شادي، بس تعمل هيدي الاشياء بس نعطيها دقيقه دقيقه. اوكي ليكو هون شو بدي اعمل، خليكم معي يا حبايبي. اوكي طلعوا انا عندي هون، هون انا عندي خمس اكواب من الطحين، رح نحط اربع اكواب منهم. يعني نحن هون رح خلي كوب واحد برا انا قيسهم قبل من الطحين طلعوها، وراح اجي عليهم بربع كوب من زيت الزيتون، نص كوب لبن يوغورت. اوكي نرجع هون كبايه من المي الفاتره، ملعقه صغيره او نص ملعقه صغيره من الملح، ملعقتين صغار من السكر، ملعقه صغيره
من الخميرة واحترقت اشتراملت. نقلتني؟ لا ما احترقت. احترقت لأنه طلعت الريحة بس تلاقي شو حلوين. ايه بس هيدا يلا أنا هلا هون شو صار عندنا نحن هون كل شيء أوكي كل شيء أوكي يلا. لكن هون شو عملنا؟ أربع أكواب من الطحين حطينا لهم ربع كوب أو صغير من زيت الزيتون، حطينا نص كوب من اللبن، بدهم كباية من المي لكوينا هون، ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة كمان من الملح إلا شوي، وملعقتين صغار من السكر، ومنسكر منحط لهم شوي صغيرة من الأوريجانو مشان أعطيها طعمة بقلبها للعجينة، ويلا يا شيف ويلا الميات. وقف ضل عندي شوية مي، بوقف لأنه تشوف شو واو. قربي شوي غادة، شو رأيك نروح نجيبها؟ يلا عمالك نجيب السترومبولي لبرا. ياي 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 ياي. بدك تحط هيديك بالفرن؟ لا رح نعمله هلا هون. ليكي ليكي شو رح نعمل؟ شو رأيك بالموضوع؟ جاي لعندك، طلعوا الميات الباقيين. وهيدي العجينة صارت عندي اياها جاهزة. طلع ها ما بدي اعمل فيها شيء غير دقيقة عجن وبتخلص. طلع ها وهيدي العجينة عندي اياها بتجنن. اوكي واو. هيدي من بعد هالعجينة المقادير بعقده بنخليها تخمر ساعتين ونشتغل فيها مثل ما اشتغلنا فيها هلا. يلا بسرعة لأن بدي اعمله انا هلا، بدنا صحنين من وراكي بعقده مشان نقدم اطباقنا هلا. بدك صحن او بدك جوت كبير؟ شو رأيك بصحن؟ وسكين منشار يا شيف شادي هلا هون ومنبلش. طلعوا هون رح بلش انا من النص اوكي مشان ناخذ الجمال كله سوا. طلعوا كيف؟ يا هون وانا رح بلش هون. هاي قطعه عندك هون صحن فاضي. يا بيي يا بيي يا بيي بي شو عم يصير؟ طلع هون هلأ. انا هلا رح اجيب هون هيك ويلا واحد معي صحن ثاني. طلعوا كمان هلا الجمال تبعوله كيف عم يطلع بكمان هذه كوتا كلهم سوا الشباب. بس قبل يا شباب قبل بدي اقدمها، بدي اقدمها بس بطريقه شوي صغيره. قدمي قدمي اعطيني شوي هون. وهيدي الصوص معها بهالطريقه. يا سلام واو شفتي شو حلو هذيك الاسترومبولي مع الصوص مارينارا مع هالبقدونس الحلو. وهيدا هون لكم انتم الف صحتين. واو شوربة هاي فينا نعملها؟ لا فيك تعملي يلا اعملي. ايه بالنسبه للشوربه انا عندي هون الكفكير الحلو، عندي الملعقة، رح اخذ كمان صحن حلو كتير، رح نحط فيه الباستا، رح تشوفوا شو رح يصير. بليز ليكو الباستا، بليز الباستا. هالباستا اللي انا حطيتها هون اللي رح اعمله انا هلا، رح اجيب هالشوربة المقاني اللي حطيناها من فوق وتطلعي فوق الباستا. فينا نقدمها باستا لوحدها، المقاني لوحدهم، شوربة لوحدها، والمقاني مع الشوربة مع الباستا كمان مع بعضهم. تطلعي شو عم بيصير. وهيدي هون شوربة المقاني مع الباستا اكيد على طريقه الشيف شادي، بس انه نحن من هيدي الشوربه اخذنا كثير افكار نعملهم ببيتنا اليوم. شيف شادي شترومبولي. نعم شوربه المقاني هيدي شترومبولي. اوكي شفتوها كلها. انا بودعكم لليوم، لقائي بكره معكم بحلقه بعد اجمل من اليوم. غدا رجع عنك. ميرسي لك. طبعا نعطي موعد للمشاهدين بكره الساعه 10 بتوقيت بيروت، وما تنسوا اذا حابين تبعتوا لنا دائما اي شيء افكار جديده صور فيديو كله اكيد كل وسائل الاتصال مثل ما دائما بقول هي متاحه لكم. وما تنسوا بكره تابعوا عالم صباح جديد.